ماما عايزة الحق الاوتوبيس بتاع المدرسة بقى عشان الرحلة بتاعتي. طب يا حبيبتي مع ألف سلامة. ماما هغيب 7 أيام عشان ما ترجعيش تقولي 8 ولا 9 ولا 10. حاضر يا حبيبتي وترجعي بألف سلامة. الله يسلمك يا ماما. قولي بقى فين عادل؟ عادل في أوضته. أما أروح أكلم أم ميرفت سايباها على التليفون. هتوحشيني يا ماما. وأنتِ كمان يا حبيبتي. هو البوابة اتأخر كده ليه؟ امي هزهيل عليك وتشيلها عندنا. شكرا يا عرفه دخلها لي على المطبخ. على مهلك على مهلك على مهلك. هي دي بقى الدوبليره بتاعتي المعزه اللي هتثبت لعادل ان هو ساحر فاشل فاشل فاشل. شكرا يا عرفه. خد الباب في ايدك. يا سناء ايه الشنطه دي؟ كنت عايزه تهربي ولا ايه؟ خايفه اسخطك؟ اهرب ايه يا ابني؟ انا عندي رحله مع المدرسه محددها من زمان قوي. الاهرب قال عموما انا عندي وعدي ليكي ان انا هسخطك معزه، اسخطك حالا لو تحبي. انا بتحداك يا عادل بتحداك. وريني هتعمل كده ازاي لو تقدر. لو انت راجل اعمل كده يا عادل. ده انت بتستفزيني كمان. ماشي انا هفرجك. باب السخط 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 السخط. سخط. ادي باب السخط. سخط. ماشي ماشي. قسم المعيز 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 اهو. كتكوت فتفوت مسقوط. بجد ولا بتهزري؟ طب قولي كلميني كده كلميني كلميني كلمي عادي كلمي عادي. قولي قولي قولي. سناء ازيك يا سناء؟ هاي امال ايه يا ماما؟ انت فاكراني بهزر؟ يا سلام يا عم كلكله كده الشغل مية مية. هجيب بقى الكتاب بتاع فك السخط. بس هو ايه يعني انت تحولت صوت بس؟ يعني ممكن احولك كمان تبقي معزه معزه. اصبري. او ممكن يكون ده بدايه التحول بعد كده تتحولي. هاي اصبري هجيب بقى الكتاب بتاع فك السخط. معزة ايه اللي انت سخطتها دي؟ انت عبيط يا واد. اوعي تضيعيها. اوعي ايه؟ تضيعيها. خليكي واقفه هنا. يا سناء ايه ده؟ شفت حولتك معزه ازاي عشان تسمعي كلامي يا ماما؟ خلاص بقيت كده بقى عادل بوتر. ايه؟ صدقت ولا ما صدقتيش؟ يلا ارجعك يا ست. لعلمك انا ممكن اسيبك كده ما ارجعكيش تفضلي معزه بقيت عمرك. استنى ارجعك ارجعك. ادي فك السحر. كتكوت مكتوت فتفوت مفتوت مسخوط تكتوك. يا سناء لا ما انت لازم تبقى مركزه معايا. سناء 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 لازم تبقى مركزه معايا عشان وانا بفك السحر. يلا كتكوت مكتوت فتوت مفتوت سخطوت مسخوط. تستهبلي ولا ايه؟ طب قولي اي حاجه سناء. قولي ماء مثلا. قولي قولي اي حاجه. سناء سناء. الله امال سناء فين؟ هي سافرت ولا ايه؟ سافرت يا ماما. طب ما خدتش شنطتها معاها ليه؟ ما اكيد مش هتحتاجها يعني خلاص. طيب كانت خدت بلوفر الدنيا برد هناك. لا ما بعد كده مش هتحتاج اي هدوم يعني متهيألي الفرو كفايه يعني. طب اكلمها في الموبايل. مش هتعرف ترد عليك ده بالكتير ممكن تمقمق يعني يا ماما. الله المعزه الجميله دي. جميله مش كده يا ماما؟ والله ده انا حبيتها من اول نظره. قلبي كده اتفتح لها. قلب الام. الدم بيحن يعني يا ماما. ما شاء الله يعني كل سنه طيب. انت عملت الموضوع ده ازاي؟ انت متاكد انك استعملت الكتاب بتاعي؟ ايوه يا عم جلجله استعملت الكتاب بتاعك. طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب ان انت ترجع لاختي زي ما كانت. ما ينفعش يا حبيبي. اللي عمل الطلسم لازم هو اللي يفك السحر. ايوه ما انا حاولت يوم بحاله ان انا افك السحر وارجعها تاني ما عرفتش. انا اعمل ايه؟ اتبعها يعني؟ انا مش عارف اعمل لك ايه. اتصرف اتصرف. شوف لي اي حل اي حل. ابوس ايدك. ده انا لو استنيت عليها على العيد مش عارف اخبيها فين. فشكول يا فشكول هات العصايه والكشكول وتعالى على طول.
انا بعصر دماغي. ايوه اعصر دماغك ان شاء الله تنزل منها عصير ليمون. امي لو عرفت الحكايه دي هتفضحني فضيحه بجلاجل يا عم جلجله. انا بقول تعاملها زي البني ادمين، يعني تنام في السرير، تاكل وتشرب زي البني ادمين، تاخدها تفسحها في كافيه. ماشي اعملها زي البني ادمين. ايه ده بقى ان شاء الله اللي حضرتك جايبه في اوضتي ده؟ دي يبقى بتخوني؟ بخونك ايه يا رانيا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني مع معزه؟ يا نهار ابيض يا فضحتك يا رانيا، جوزك بيخونك مع معزه يا رانيا؟ يا ماما اخونك ايه ومعزه ايه؟ دي اختي يا ماما. وكمان اختك يا عادل؟ قصدي يعني اختي في الرضاعه، لان امنا امها يعني المعزه لما احنا كنا صغيرين انا والمعزه دي كنا بنرضع منها مع بعض يعني. طب لو سمحت اتفضل خد المعزه دي وطلعها تبات في البلكونه، لانه مش طبيعي ان المعزه تبات جنبنا على السرير. لا هتبات جنبنا على السرير بقى يا رانيا. اما انك فعلا امرك عجيب يا عادل. فيها ايه؟ مش روح يا ماما، مش روح دي. روح؟ طب روحي حبيبي بقى بات في الصاله انت والمعزه صاحبتك دي ولا اختك دي، عشان انا بصراحه مش عايزه حد يبات في اوضتي، انا اوضتي وانا حره فيها. ماشي يلا ملناش اكل عيش هنا، يلا يا سناء يلا. يلا هم يا جم هم يا جم، يلا وادي زبادي كمان زبادي كمان يلا. بقوا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عاد؟ ايه بعمل ايه؟ باكل المعزه يعني اسيبها جعانه يعني ولا ايه؟ يا ابي في حد في الدنيا ياكل المعزه زبادي؟ يا حبيبتي ما تسيبوه يعلفها عشان نذبحها وناكل لحمها. ايه تذبح مين وتاكل اللحم مين؟ لا 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 المعزه دي مش للذبح، انا بعملها زي اختي يعني يا ماما. لا معلش يا عادل بقى ركز في كلامك، علشان انا بغير وما احبش ان جوزي يتعامل مع اي شيء انثوي حتى لو كان بلحه مش معزه. معقوله يا رانيا؟ معقوله تغيري من معزه؟ غير من معزه، ولعلمك عشان تبقى فاهم المعزه دي يانا يا هي في البيت، لو ما طلعتش بره البيت هتبحلك يا عادل. ها وناخد لحمها واعمله طاجن باميه. باميه باميه؟ معقوله معقوله سنة تبقى اخرتها جوه طاجن باميه؟ يا عيني دي ما بتحبش الباميه. اضربي زبادي اضربي اضربي. ما انت امرك غريب يا دوله، في حد يجيب معزه معاه القهوه؟ مش احسن ما اكون مربي كلب وجايبه لكم ان هو على القهوه يعضكم؟ يا عادل الكلب بيحمل واحد، انما المعزه دي هتعمل لك ايه بس؟ يا عم المعزه دي بتحبني زي اخوها بالظبط. ربنا يخليكم لبعض يا سيدي، بس جايبها ليه؟ جايبها فسحها اشممها هوا، انا حر اشربها حاجه في القهوه. السعداوي يا باشا. يا استاذ عادل يا باشا. الله ايه ده يا باشا صاحبكم الجديد ده يا استاذ عادل؟ لطافه انت حر. هاذي انا هاذيك على طول، انا ممكن معسل اسخطك شيشه تفاح على طول. لا خلاص يا باشا هكتم يا باشا. ايوه ولا نفس. تشرب يا باشا. اشرب يا سيدي، هات لنا 3 ليمون واحد شاي. حاضر. الله بس انتوا يا باشا انت كده 4 طلبات يا باشا وانتوا 3 بس. ايوه يا سيدي احنا 3 هنشرب ليمون والشاي للمعزه. هتشرب المعزه شاي يا استاذ عادل؟ ها وبعدين انا يا سيدي متعود اشربها شاي عشان بحلب منها شاي بلبن، انا حر. بلاش ليمون هات شاي بلبن زي المعزه. حاضر يا عم تيتي. وعندك 2 ليمون واحد شاي بلبن واحد شاي لمعزه الاستاذ عادل وصلاحه. يا عادل وانت هتشربها شاي ما تشربها عصير برسيم احسن. عندك اغضب عليك يا مسخوط واسخطك، بس اسخطك ايه ما انت مسخوط جاهز يعني. باشا معلش يا استاذ عادل ممكن بس المعزه 5 دقايق؟ عايزها ليه؟ معلش يا باشا اللبن اللي عندنا خلص، انا خدها نحلبها وارجعها لحضرتك. تحلب مين يا بطل قله ادب؟ يلا يلا فوريا تعالى